يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات قناة مينو ترافيلينو. والنهاردة هنكلمكم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا، وهو العمل التطوعي. احنا في الحلقة دي هنتكلم على ازاي هتسافر وتعيش تسكن ببلاش عند حد، وفي المقابل كمان ممكن تاخد اجر مادي. يعني انت مثلا لو طالب ومسافر لفترة طويلة، ممكن تسكن ازاي ببلاش وتعيش ببلاش في مكان، مثلا لو في اوروبا ازاي تعيش ببلاش في اوروبا لفترة طويلة، لو مثلا انت مسافر لمدة شهر شهرين ثلاثة وتكلفة السكن غالية جدا. النهاردة هنقولك ازاي تعيش ببلاش. وما تنساش لو انت اول مرة تتفرج علينا تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وهستنى كومنتاتكم تقولولي انتوا ايه اكتر فيديو محتاجين عليه مواضيع، وكمان هسيبولي كومنت برأيكم في الفيديو ده. موضوع النهاردة هو العمل التطوعي، والعمل التطوعي دوت بيبقى فيه اعمال كتيرة انت لو بتحب التطوع تقدر تعملها، وفي المقابل ان انت اللي بتسكن عنده بيوفر لك السكن مجانا وساعات اجر زي ما قلنا قبل كده مجانا. وطبعا لو انت محتاج واي فاي هو بيبقى موفر لك الواي فاي النت مجانا، وفي المقابل انت بتعمل له عمل تطوعي. يعني مثلا في اعمال زي النجارة، في اعمال زي الزراعة، في اعمال يعني هو مثلا بيبقى عارض في الكونتاكت بتاعه ان هو محتاج حد يعمل معاه يساعده في بنا بيت، محتاج حد يساعده في زراعة المزرعة بتاعته، وفي المقابل ان هو بيقولك ان انت بتقعد عندي مجانا، وساعات كمان زي ما بقولك بيديك اجر في المقابل. هتقولي طيب انا لو طلع ادرس ازاي هقعد اشتغل وهدرس وكده؟ طبعا هقولك ان العمل التطوعي بيبقى لمدة 5 ساعات في اليوم على مدار 5 ايام في الاسبوع. يعني انت عندك يومين اجازة كله هتلاقيه عارض نفس الموضوع، 5 ساعات بس شغل في اليوم، وعندك بقية اليوم كله فاضي. لو عايز تخرج تتفسح، عايز تكمل دراسة، عايز تقعد تعمل مشاريع، عايز تقعد تعمل شغل خاص بيك، عندك كمان 2 يوم اوف في الاسبوع، يعني 2 يوم اجازة انت برضو ممكن تقدر تعمل فيهم اي حاجة تانية. ده يعني هتلاقي كل الشغلانات طالبة بنفس الموقف. وهسيب لكم دلوقتي هنستعرض الويب سايت اللي مشهور عالميا، يعني كل العالم بيستخدمه في العمل التطوعي، وهوريكم الاعمال اللي مطلوبة وازاي الناس دي بتطلب وانت يعني تقدر تتواصل معاهم. الموقع ده هيغير تفكيرك نهائي عن السفر، عشان لو انت بيبقى عندك مشاكل في السكن وتكلفة السفر بتبقى غالية جدا. انا النهاردة بقولك تكلفة السفر هتبقى بسيطة جدا جدا. الموقع اللي بستعرضه لكم النهاردة هو اسمه workaway.info. workaway.info هو موقع عالمي في البحث عن اعمال تطوعية في جميع البلاد. زي ما انت شايف هو عارض لك بيقولك discover 50,000 opportunity، 50,000 فرصة عمل تطوعي حول العالم. حول العالم يعني في اي مكان في العالم هتلاقي فيه فرصة عمل. بعد ما ضغطنا على discover opportunity يفتح لنا الموقع، بيقولك المكان اللي انت عايز تدور فيه، ولو انت عمل تطوعي معين بتعمل سيرش كيورد. لو ضغطنا هنا مثلا بيطلع لي كل البلاد اللي ممكن اعمل ادور فيها عن العمل التطوعي. عندك اوروبا واسيا وافريكا وكل الاماكن اهو، ساوث افريكا وسنترال امريكا ونورث امريكا وميدل ايست. فانا مثلا لو هختار اوروبا هضغط اوروبا، فهيبتدي يطلع لي كل الاعمال التطوعية اللي موجودة في اوروبا. زي مثلا هنا عندك في البرتغال موجودة هو هيلب بيلدينج اور نيكست تايم هاوس ان ساو بيدرو في البرتغال، بيقولوا بالتفاصيل بتبقى موجودة تحتيها. ودي اهو الريتنج بتاع الراجل اللي عمل التطوعي ده، موجود 14 واحد راح عنده. وعندك هنا مثلا في تركيا عمل تطوعي، وفي البرتغال في عمل تطوعي تاني. بننزل تحت اهو كل الاعمال التطوعية اللي موجودة. عندك في اسبانيا اهو لايف ان برشلونة سيتي سنتر تيكينج كير اوف اليتل بوي. يعني انت بس هتخلي بالك من الطفل ده والراجل ده عايش في برشلونة في نص، يعني في السنترال في نص وسط المدينة بتاعت اسبانيا في برشلونة. كل العمل التطوعي اللي انت هتخلي بالك من الطفل بتاعه بس 9 سنين. وعندك كذا عمل تطوعي برضو في اسبانيا،
يعني كل ما بتدور في اعمال تطوعيه هتلاقي اللي يناسبك وهتتواصل معاهم، هتعمل كونتاكت تحت وهتتواصل معاهم وهتشوف العمل المريح ليك بالنسبه لك وتتواصل مع الراجل، وفي المقابل تقول له انت رايح امتى وهتقعد عنده قد ايه، وانت لما هتضغط كمان على اي عمل تطوع هتلاقي كل البيانات موجوده داخل العمل التطوعي. خلي بالك الموقع ده بيستخدمه اليوتيوبرز كتيره جدا في ان هم يسكنوا عند ناس بالعمل التطوعي ده في بداية حياتهم، وبيقعدوا فترات طويلة لان هم بيسافروا فترات طويلة. فانت لو مسافر اي بلد لفترات طويلة، مجرد انت عايز تستكشف البلد وعايز تشوف ثقافات البلد دي، بتعمل عمل تطوعي في المقابل ان انت بتسكن ببلاش. يعني كل اللي يكلفك تذكرة الطيران فقط والفيزا. طبعا هو زي ما احنا شايفين تحت في الموقع في 500 صفحة فيها اعمال تطوعية، وتحت كل البلاد اللي تقدر تختار منها البلد اللي انت عايز تروحها. يعني لو عايز تجيب الاعمال الموجودة بس في ايطاليا، عايز تجيب الاعمال التطوعية الموجودة بس في المانيا، في البرتغال، في اي مكان في العالم تقدر تختار البلد بس وتعمل من خلالها سيرش على كل الاعمال التطوعية اللي موجودة في البلد ده. زي ما قلت لك في اعمال تطوعية كتيرة جدا موجودة، زراعة، صناعة، يعني كل حاجة، تربية، يعني تخلي بالك من اطفال، اعمال تطوعية كتيرة جدا من خلالها هتقدر تلاقي السكن مجانا وتقدر تشتغل. وفي اعمال تطوعية هتلاقيها زي ما قلت لك بمقابل، وانت برضو في المقابل استفدت السكن مجانا، وفي نفس الوقت لو انت رايح تتفسح بتلاقي وقت تتفسح فيه بعد العمل التطوعي، وبتلاقي كمان سكن مجانا، واي فاي مجانا عشان لو عايز تشتغل او عايز تعمل اي حاجة. فبكده العمل التطوعي بيوفر لك فرص كتيرة جدا حلوة ان انت تقدر تلف العالم باقل التكاليف واقل المصاريف ان انت تصرفها هناك. يا رب اكون فدتك في الفيديو ده واستفدت من فكرة العمل التطوعي حول العالم، وتكون استفدت من خلال الفيديو. هستنى كومنتاتكم في الكومنتات تحت عن اي حاجة عايزين تسألوا عنها. وما تنساش لو انت اول مرة تتفرج على القناة، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ودمتم مسافرين ومهاجرين مبسوطين، واشوفكم في الفيديو الجاي.